اهلا وسهلا بكم، وش رايكم يا العزاز؟ انا لاباس الحمد لله، ربي يدوم على النعمه ان شاء الله. ارواح محليه لخياتي حنا خدمتنا غير في الليل الله غالب. انا هكذا الحاصل من ماما كنت نفح لها هكذايا غير على الخدمه، ماشي كنت نفح لها تخدم في النهار، مي عندنا وقت يجينا هذاك الهبال نتاعنا في الليل. دونك ارواحو اهلا وسهلا بكم، مرحبا بحبابي اللي ديما معايا، ومرحبا تاني بالجدد. نحط بك طابليتي خياتي، اسمناو نحطها هكذا، وراح نديرو احلى وصفه سهله. نقعدو ديما في الوصفات السهله اللي ما يشدوش اليد، اللي ما يتعبوش، اللي مكوناتهم بسيطه، اللي تعرفوهم كامل، وبالك 80% من اللي راح يشوفوا معايا اللايف يعرفوا الوصفه وحافظينها ويديروها مليح، و20% ما يعرفوهاش بدات. خليني نقول بركة بصح هذوك 80% اللي يعرفوها بالك حنمد لهم شويه تشجيع ولا تحفيز ولا باش ينوضوا يديروها، بالك عندهم شويه هكذا يعبسه. دونك بسم الله يلا يا العزاز. السلام عليكم حنونه ليا، اهلا وسهلا. قلت لكم هذا اللايف ما يقعدوش فيه معايا غير الساجيات العاقلات الفحلات المتربيات اللي دايرين ديار، ولا اللي راهم رايحين يكونوا ديار، ولا اللي نحطوهم هكذا في دويرتهم ويحمروا لنا الوجه يا اخي. سينو لي راح تمسكي نفسها في اللايف، واللي الله الله عليها بطبع حتقعد وتتبع وتسمع وترفد وبلا كاين اللي تقول لي معلومه جديده، وعلاش لا. ولفناك ام جود ومعتصم بالله يا عمري حبيبتي، ولا غير حتى انايا ولفتكم، دونك يعني نقدر نفتح نخدم وحدي. ما هي نقول معليش انا نخدم ونقصر معاهم ونستفادوا من بعضنا. ربي يبارك يبارك فيك وفي صحتك، ويعطيكم الصحه على لي بارطاج نتاعكم كيما اشاك فوا نقولها لكم، باسكو عيب لو كان نتوما تبارطاجيو وديروا لي كور وتدعموا. وكاين اللي مساكن صباحهم يوجعهم هما هكذا لي كور لي كور لي كور لي كور، وسمسومه ما تشكرهمش كاع ما تجيش. كوكو كاري، اهلا سمسومه، واش راكي؟ مانيش قادره نوض بصح نقدر نشوف ادم معليش ما تنوضيش، خليك مريحه حبيبتي، شوفي ونوضي وقت خلاف. دونك انا ما نقولكمش واش راح ندير، انا حنخدم وانتم قولوا لي، كتبوا لي ولي لفقتوا ولا لا. نورمالمون تفيقوا بسم الله. دونك هنا عندي السميد المتوسط، السميد المتوسط يعني حنخدم به، شوفوه كيفاه السميد المتوسط. ندير 3 كيلات، نقول لكم الفرغ هكذا، ندير 3 كيلات سميد متوسط، وما تغلطوش، قلنا 3 كيلات ممسوحين، ما تكتبوليش تاع لي لاغوسا تاع البومبي هذاك بومبي، فهمتوا؟ هنا عندنا 3 كيلات ممسوحين، هذا نحطهم تاع السميد المتوسط، نقول ونعاود ما نقببوهمش. شوفوا العزاز كيلة ممسوحة واحدة، والواحد ربي سبحانه، زوج، ثلاثة، هنا هي تاع فرنسا سميد. انا نحب لو رونار ميم سافور لي سافور دوريون، لا سميد كاع شباب هنا الحصون يعني. دونك 3 كيلات هيا لقيتوها العزاز لا ميس هي بدات الصيفات. سلام زينه، اهلا وسهلا ماني، تباني تبان لي كسره. لا لا بو ندير كسره دوكا، شكون ياكلها؟ لا مطلوع يحب يتكل جديد كيبات شويه شويه من تاع السميد، الكسره تاع السام ولا الفطير ناكلها دوكا. حبيتيني نموت، حبيتيني نحقق لي زورجونس دوكا، دير فيا رايها هذيك مبرجة زهرة اكزاكتومون، رانا حنعمل مبرجة. دونك سهلة خياتي والله، غنلنا على الشيطان ونتكلو على ربي ونوضو نديرو، سهلة سهلة المقادير، سهلة الخدمة وسهلة التحضير. دونك ما تلقاوش كاع السبة. هنا عندي الملح، ملحوها تخافوش، ملحوها كيما الكسرة نملحها، ما نحبهاش تجيني صعبة. دونك نخلط السميد تاعي مع الملح، نجي الكيلة هذيك اللي بديت بها 3 كيلات سميد متوسط، راح ندير لها كيلة نتاع السمن، كيلة نتاع السمن، حبيتو سمن وحده، حبيتو سمن وزبدة، حبيتو سمن وزيت كيما تحبوا، حبيتو ديروها غير زبدة
اوكي انا راح ندير باسكو راجلي يحبها شويه كش نقول لكم هكداك ماشي مبسه بزاف دونك انا راح ندير لها كيله غربه نتاع السمن وراح نكملها بالزيت دونك ربع هذاك هذه ماشي ربع ها هو نقص شويه باسكو هو على بالكم شويه صامط يحبها تتفتت كاع خاطرش في دارهم يديروها نص زيت نص سمن دونك ما نفيدوهاش ها هيا كيلة باردة خياتي قبل ما ندخل يدي هي نورمال الماء باش ما تحصلوش هذيك الكيله نتاعكم تاع اليدام تاع السميد بليتو اللي تكملوا بها اللي وزنت بها السميد نديرها سمن ونديرها ماء دونك انا نعمرها بالماء دوكا شوفوا انا عمرتها بالماء دونك نجي نفرغوا هنا باسكو لو كان نقعد يقلقني هكذايا نفرغوا فيه عفسه باش يجيني ساهل نخدم به هنا سيحت شويه نخلف هذاك شويه اللي سيحتو هاك دوكا نجو نبسوها يعطيك الصحه الفحله سميه يسلمك العزيزه سميه حبيبتي ديما جبر بخ دايما جبر خاطرك جبري لي خاطري ودعي لي انتي وكل متتبعات لبنتي حبيبتي ربي شافيها ادم شكون يتقص عنده اللايف جو سي با وي تكوب اللايف والله ماني عارفه كنت حالي بانقليها ادم ما كطيرتوها لي مسكينه ربي شافيك ويعافيك ويشافي لك بنتك يا ربي ويصبرك ويجعلها هاد الصبر كامل وهاد المول لا سوفرونس اللي راكي فيها في ميزان حسناتك وان شاء الله سحابه وتجوز حبيبتي ما تقنطيش راهي تقص النايف خياتي فوالا لا ايبانغلي الادمي يعطيك الصحه يعطيك الصحه مانيش عارفه على الا راهو يتكوبا الا راهو يتكوبا ندورو على حاجه واحده اخرى خياتي باش مش ما يتكوباش يا اخي باسكو باغامون لي لايف تاع حاجه واحده اخرى هما ما فيهمش كاع السينيال ها هي دوكا قولوا لي نتوما واش رايكم هكذايا نولي حديث الاسبوع ماشي الاسبوع حديث العام هيا يجزينا متمسخير هيا خلينا متمسخير ما يواتيناش خياتي نو 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 ميم كي نحبو نتبهلو ما تواتيناش كاع الوغ وجي بسس ما تحكي ما تحسري راسك ما والو خلطي برك ها شتو اللي نحب لو كان معايا واحد يقال لي كومونتير يعطيك الصحه والعافيه اللي يسلمك يعطيك الصحه حبيبتي عايشك ديري لها ملعقه تاع العسل وي راح ندير رايحه ندير صبقتيني هاي حبيبتي ها هاوي السنة فيك دونك انايا استعملت ابوبخي واحد 1.8 كيلو نتاع السميدة تاع سي فري فالي نديرها قبل ما العسل باش نديرو مع مع الماء انا في 1.8 كيلو حندير زوج مغارف كبار نتاع العسل باش طيب لي الله الله ها كيما شفتوني نحطو هادي البوكا وبعد ما بسستها شتو غير نخلط برك نجي نبدا نلم فيها بالماء انا درت الماء نتوما تقدروا ديروا الماء زهر ولا ماء وما زهر تقدروا تلموها بالحليب تقدروا تلموها بالجي دورونج خياتي تقدروا ديروا اسمو لا لا لو زاز دو سيترون ماشي هنايا في الغرس خير كاين يديروا قرصه نتاع لا لوفور كاين يديروا الفرينه انا ما تخش في راسي فيها الفرينه ونجو نلموها راكم تشوفوا الجست راهي باين ولا ندنيكم ولا واش ندير لكم تك صحه البراج في الصيف في الليل وي ام ياسين يجوا احلى براج وتشوفي هادو هما المخيرين واش تم تنيه لا غير سكسا ها اللي عندها تنوض زعما كاين اللي يدير زعما اللي نديرها الكوراج وتنوض دوكا خياتي ها قولوا لي سمية خلي الكوراج تاعك عندك السخانة هادي قولوا لي
اسمعوا بصح ماشي سخانه، لا لا قال لك الحلاوه شبيه في الجزائر. سنه نجبد هكذا تخبط في الحيط، نشوف الكينه تاعي اللي نكملها، بالك نزيد عليها شويه على حساب السميد. بسم الله ديما كلمة بسم الله، بسم الله خياتي ديما، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبيان سور كي تبلوها هكذايا تخلوها واحد 5 دقايق 10 تشرب شوية، نعطي السميد حقه يشرب لنا شوية نتاع الماء. أنا عندي تقص بزاف بالك من عندي، مانيش عارفه ساميه. شوفوا خياتي واش راهم يقولوا، او يتكوب انتم ما عندكم غزال. غزال هذه هي المبرجه، ولا اللي يقولوا لها البراج، ولا يقولوا كسره بالتمر، مانيش عارفه والله ما على بالي، انا مانيش نشوف اللي محطه راسي. اكتبوا لي راه مليح اللايف عندكم ولا راهو يتكوب. فوالا ما نعجنوش، درتها وعاودتها معاكم، نلموها برك. شوفوا راهي باينه، راهي مفركته، انايا قعد لي، شوفوا قعد لي الماء، نزيد لها شويه ونشوف. هي نورمالمون السميد هذايا يشرب. والله حفلة، يعطيك الصحة والعافية اختي سامية. سلمك، انا عندي يتقص بزاف، نعم راهو يتقطع، راهو يتقطع، واش نقولكم كي يتقطع ما فيهاش هضرة ولا نقاش، سي ان سينيال. دونك فوالا، ما عليكم غير بشوية قلوبة وبارطاج وهذا ما كان. باسكو الادمين تبعت قالت لي سامية راه بزاف يتقطع اللايف، يديروا سينيال باش الناس يملوا، في عود لي يقعدوا معاك ويقعد يطلع. انا شخصيا كي نكون نشوف في لايف ويتقطع يتقطع، واحد يمل يخرج، دونك باش تخرجوا. والله العظيم يحوسوا على الشرع، عيني عينك راح يربحوا، والله ما يربحوا. راكي هايله يسلمك ناس الصيف، نحبوك انا تاني نعزهم ونموت عليهم. ناس الصيف احلى واغلى ناس. فوالا دوك نجي نشوف، نزيد لها نكمل الكيلة خياتي. ما نقدروش نعرفو هكذا، شوفو راهي باينة، شوفو كش راهي، شوفوا راهي طريه، راهي ميدمه. الله الله شفتوا، دوك هكذايا ما نقدرش نعرف الا اصلا ما نقدرش نحلها، ولا اللي نخليها تريح شويه باش نجي نكملها لها هنايا باش نجي نخدمها. راني كملت لها كاع الكيله، كندخل يديا في الزوج. فوالا ونجيب طرشونه، وردوا بالكم كي نجيبو طرشونه الا كنشموها خياتي. انا من واحد الضربه صرات لي كي نقول لكم مستحيل نزيد نتكلخ، كانت عندي كومون تاع عرايش، ودونك رفدت للا مولاتي، رفدت الطرشونه مساش لانج كان قدامي، رفدتها وغطيت السنيوه تاعي تاع العرايش. كانت فيها وقيله شحال، واحد 70 80 فايته بالك حبه تاع العرايش، ودرت لها هكذايا بالطرشون ورحت يا خياتي. ونوض غدوه من داك العرايش اللي نرفدها، باسكو انا فيها طبيعه يليق ندوق الحلوه تاعي، ندوقها كي طيب، ندوقها غدوه من داك الصباح، ندوقها كي نطليها ندوقها، ونروح كل حبه ندوقها نشم فيها ريحه الصابون. يا ويلي قلت يا يما يا يما وسارة
نفتح الحبه اللي من تحت، نفتح الحبه اللي منا. منوني ما انتبهتش، كنت في لي ديبيون تاوعي ما انتبهتش كاع الطرشون. ومن بعد نروح لراجلي نقول له واقيلا راهي الريحه غير عندي، واقيلا الريحه راهي غير فيني في صالح، نقول له اه والله يرحم والديك دوق. وانا راجلي ديجا اصلا شويه في التذوق شويه ما ميشمش مليح وما يدير في با اتونسيون. ومن بعد قلتها، قال لي انا قلت له وهو اللي خايفه، قال لي انا نسني، يقول لي ماما ما كاش الريحه. قال لي سمية بزاف ريحه الصابون واش درتي يا خياتي يا وليت نشطح، وليت نشطح في الصالون رايحه جايه. يا يما يا يما قلت له لا كوموند، يا يما يا يما قلت له كان تاعي معليش الشاه نفذ سنيوا كيما راهي نميها، باسكو ريحه الصابون كانت فيها غراف. يا قلت له الناس هم جايين كيفاش ندير، زعما كانوا جغدوا من داك لازم نطليها، لازم والعرايش ما تقدريش تعاوديها تمتم، على بالكم لازم تبات لاباط نتاعها باش تريح باش ابخي لو فاسوناج. وليت نشطح بلا محارم وهو يكلمي فيا وليا تمتم، انا جو بانيك، انا في الكاطو كي تصرى لي حاجه اخياتي اللي خدموا معايا شافوني كي يبدا يتعوج ولا دي فوا يتحرق ولا تصرى لنا كامل. وليت الحصن رايحه جايه، يا يما يا يما يا يما يا يما يا يما يا يما. وهي لاله مولاتي الفحله تاع ساميه راحت طرشون مساش لانش نحي ايا حطات، وهي باينه يا هاي باينه من تما الطراشن بالصابون طرف الانسيان اللي نستعملهم للكاطو بالصابون طرف خياتي، ونشرهم في الشميسه ونشمهم هكذاك ونشم نشم باسكو مرضت. ومن بعد نقول لك كيفاش درتي المخلوقه سنو، قولي لي غطي غطي وكملي حكايتك انا دابا. حذاري من كلمة الويل ماشي مليح يا ويلي ماشي مليح. او صح كيفين من غير قالوها لي وننسى ولفناها. سهير سهير يا تضحكي بصح داك الوقت انا دوكا راني نضحك على الحكايه بصح في وقتها ما شفتو والو. خطره كانت معايا كريمه وفريده ثاني اللي عاونوني، تحيه كبيره لكم العزاز اللي عاونوني في الحلويات. ومن بعد المقروط هذاك النهار جاه هبالو، انا نطيب في المقروط وهو يتحل، المقله اللي نحطها تتحل. يا هذه ما عندهاش بزاف، يا ربي ما بدلت سميد، الوصفه هي هي واش صرا. وعلى بالكم المقروط معيان، المقروط من الحلويات خياتي اللي تحكم فيه العين. هكذا. ومن بعد اسمها فريده تقول لي خلاص خلاص سميه والله ما تزعفي، ولا غدوك يجي سميد دوك انا نروح نديرو. وانايا يعني فريده تخدم تري تري بيان ومعتمده الوصفه نتاعي، بصح ما نقدرش، لازم انا اللي نمس كي يكون المقروط، ما نقدرش نخلي وحده تعاوني. بالك دير لي لي بودان، بالك لي بودان تاع اللوز، بالك توجد لي لا ميزون بلاص تاع القليان، بصح باش تدير المقروط وتشمخو هي ما نقدرش. ومن بعد فريده تقول لي جيبيه، نقول لها لا ما نقدرش فريده. تقول لي يا مرا نطلقي عليك يا مرا خلي راكي خلاصك راح تطيحي، نقول لها ما ومن بعد كي المقله اللي نديرها تتحل. درت له بياض البيض ما فاد معاه، درت له الفريده ما فادت معاه، درت له خلاص. ومن بعد فريدة تشوف فيا بديت نصوتي وانا رايحة، قالت لي يا سمية قديمة ما نعرفكش هكذا. قلت لها شوفي انا ثقيلة في كلش، بصح الكاطو كي يديرها بيا غير الكاطو اللي يقدر لي، غير الكاطو اللي يقدر يزعفني ويقدر يخرج فيا ديك سمية هذيك الخواف، هذيك سمية اللي تولي ما تتحكمش في روحها. هيا مالا وليت رفدتو باسكو كيما درنا له ما كانش، رفدتو هذيك الجفنه حطيتها، قلت لها بعدي هذوك ندورها مقروط الكوشه ولا شي واش ندير لها. وعاودت على سعدي بحاجه واحده اخرى، امنوني غير عاودت بنفس السميد بنفس الوصفه كلش وجا الله عليه مي حتى عرقني. دونك علاش الحلوه تجيات مساكن يصرا كيصراو فيهم هكذا لي ديغا؟ واش نقول لكم لا طونسيون تطلع المقروطة تحلك في المقلة، عاودي غطسي في الماء وقليه. يا أبي قرة عيني ربي يخليه لك، يعطيك الصحة للمعلومة، بصح راكي مع إكسبيرت تاع المقروط. دونك ديري في الماء، ديري في ديري له الفارينة، خبطيه عجنيه نفد فيه والو. قال لك أنا يا سمية اليوم ما ننجحلكش واليوم نغزلك، ودارها بيا. انا على هذه ما نستعملش طراشن خلاص، ماما انا ما نستعملش لي ديليز دو مانيل، بصح خلاص تربيت نو ملي صرات فيا هاد العفسه سي بون الطراشن وليت صابون طرف. لا غير صالح نقول له كاش نهار نتعوق غير من الكاطو، غير من الكاطو وزعافو خياتي. خطرات لا كوموند تخدميها الله الله، وخطرات لا اله الا الله محمد رسول الله تجي فيك. بونسوار سامية، اهلا فروجة صح تصرالي؟ وي تصرالنا كامل يا حسرة.
قولي لنا كيفاش سلكتيها حكايه الصابون. كيفاش سلكتها؟ والله ما خبي عليكم، باسكو المراه كانت جايه دونك الصباح تويا 11 باش ديكوفريت، المراه جايه غدوه من داك تدي العرايش، عيطت لها عاودتهم لها كيكعه، قلت لها يلا معليش ندير لك في بلاصه العرايش الكيكعه، وانا نبكي واش نقول لكم نبكي خياتي. المراه كي عيطت لها عملت لها شي واش عندي، وراني حنقول لها لا كومونت تاعك ما نديرها لكش، باسكو كانت عندها بقله والله اعلم ونوع واحد اخر والعرايش. في لي ديبي تاعي خياتي يا مصرفيه، وي تقولي ساميه واش كاين؟ ساميه غير الخير، ساميه الكاطو، باسكو فهمت بلي كاينه حاجه عندها علاقه مع الكاطو، وباقي علاش نعيط لها. ايا من بعد كي قلت لها قالت لي يا فشلتي لي ركيبي روحي، قالت لي روحي واش نقول لك يا ساميه، قالت لي خلاص واش كنديري؟ قلت لها نديرهم لك كعكعات، هي قالت لي ديري لي كعكعه واش بيكم الصباح تتنوح. الامانه 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 واعره الارزاز واعره. دونك ديكو دورت لها كعكعه، الله يبارك عليك سمسومه، ديما الابتسامه على وجهك ربي يدومها ان شاء الله، ملائكتك خفاف يعز الله يعزك كارون دليله يسلمك حبيبتي يعيشك. يا حبست نتوما حلواجيه ما تسرالكمش، حسبت نتوما الحلوات جيات ما تسرالكمش، بوه ما ينال ولا كيفاش ما تسرالناش؟ ما كاش لانجينيور وتسرالو الغلطه واش بكي، لو ميدسان يدير لا فوت، لو ميدسان اللي قرا ولي باش دخل البلوك راهو كيما نقولوا جازو عليه سنين باش يقدر يدير لوبيراسيون، وهاو خطرات نسوي لكم بونسمون، خطرات نسوي لكم عفسه، خطرات ما يديروش العمليه مليحه، خطرات تقدر تسرى ما كاش منها. عم بالكم انا ما نحرقش الحلوه، مازالني نحرق الى يومنا هذا، مازالني نغيس وننسى ونقصني وتاعي راحت، مازال عزاز مازال، واخترت ندير الحاجه و ما تجيش تسرى شي بزاف يعني، واخترت تعرفي وراه الغلطه، اخترت ما تعرفيش وراه الغلطه، ما تصدقش وتقولي الحمد لله هكذا ولا اكثر جات في هاد السنين وما تجيش في صحتي ولا فيا. الوغ التمر، نحكيو على التمر. التمر خياتي انا اللي شريته تاع الكيلو، ما كانش كيما كي تشرو التمر كي يكون رخيص تنحيولو العلفه تنقيوه، وليدي ودير في الطواجه وتفي في الدومين برا، تنقيوه ومن بعد ذلك تعجنوه سوا تفوروه وتترحيوه وديروه بيه المبرجه تاعكم، هذيك المبرجه تجي تحفه ولا تاع البطانة ولا هذا. انا درت لهم غير فان تاع الزبده وعجنتو بالماء، تحبوا تعجنوه بالمزهر، انا راجلي اونتي مزهر في المبرجه. دونك عجنتو مليح، شوفوا كش راهو طري، راهو كي صابلي شتو راهو طري يتلاصق شويه، عجنتو وحليتو فوق هذيا فوق البابيي، باش حطيت بابي كويسون كما راكم تشوفوا، حطيت التمر تاعي وحطيت فوقو بابي كويسون او وحليتو بالحلال، ولا كيما بكري حطوا هاد جيكتومون. نجيو نطلعوا على العجينه نتاعنا، شوفوها راهي شربت، وي راهي شربت، ما نزيدلهاش الماء، ومن بعد سي نورمال، شوفوا سي نورمال تتشقق عادي جدا يا العزاز، راهي مبسه هاي لك، ما نزيدلهاش الماء. اهلا سليمه، سليمه عسلامه اختي العزيزه، واش راكي؟ عندي 20 سنه خدمه وتصرالي. وي حبيبتي وي عزيزتي سليمه بوكابوس، عطيو لها تحيه خياتي، هذه هي اللي عطاتني الوصفه نتاع الصاب اللي بغسل اللي عملتهم معاكم، وعطاتني وصفات واحد اخرين مي ما لحقتش نعملهم. سليمه مي وعد كي نعملهم نقول بلي انت وعك، انا ما نحبش نخون الامانه، حاجه ماشي تاعي نقول بلي ماشي انا ماشي الوصفه نتاعي. ربي يحفظك سامو، امين يا ربي امين. الوغ نجو دوك نشوف، نتوما الا شتوها بلي مخصوصه زيدوا لها الماء، انا يتبان لي مليحه دوك نشوف. حنزيد لها شويه ما خياتي، نزيد لها شويه برك، باسكو كون تكون مبسه بزاف بزاف راهي رايحه كون تدي شويه حقان تاع الماء رايحه تتفتت معاكم. دونك حنزيد لها شي طوح برك، فوالا
ندير هكذا باش راني ندخل الماء سولو كان قاعد اوبليجي ندير هاد الجرس باش يدخل ليه الماء. فوالا نزيد هنايا في هادية هكذا رشيت برك باسكو دي فوا ديروها وانتوما تجو تقلبوها كي طيبوها تقعد تتحل معاكم، كي تتحل معاكم تعرفوا بلي شوف ما نقدرش تشوفوا ما عطيتولهاش حقها نتاع الماء. لا مانيش ندير بزاف راني نرش بالعقل ونقسموها كيف كيف انا بلا ما نوزن عيني ميزاني نسرق من هذا زيت لهنا. ها هاي ليك سلام سعيده اهلا وسهلا ما شاء الله بوتي بودور اي ابيتي ليلى ليان حشمتيني جو تو روتور لو كومبليمون ما شي ميرسي بوكو. الوغ التمر تاعنا تقدروا تزيدوا له اللي يحبوا القرفه شويه قرفه شويه قرنفل تقدروا ديروا له لو زيست دورونج يجي هايل ثاني اللي يحب لو زيست دورونج وتقدروا ديروا له الجنجلان محمص وكيما كنت قلت لكم ديجا لا حبيتوا ديروا له الجنجلان محمص يا با ميو كو سوا في هاد في التمر ولا في نيمبورت كال ريسيت الجنجلان المحمص هكذا تحمصوه جديد تحطوه فوق التمر وهو سخون وتجي وحده البنه. الوغ اهلين سامو يا الفحله حلويات فرح اهلا وسهلا بك واش من نوع نتاع سميد ام ياسين انا استعملت لوغونار هنايا تقدروا ديروا سميد انا في فرنسا قلت لكم كاع لي مارك شابين احنا نرفدو نبداو نطرحوها بسم الله نروحو لهنايا معايا هنايا صافا هكدا ليسونسيال يكون سميد متوسط متوسط دونك بسم الله نحطوها بيدنا برك حياتي كيما بكري بسم الله راح نديرها كاغية راكو فهمتو على حساب التمر راح نديرها كاري واحد المره جات عندي عجوزتي العزاز من بعد رجلي قال لها ديري لي مبرجه على بالكم ندير له بصح ديما الحاجه تاع الماء عزيزه قال لها ديري لي مبرجه قالت له اوكي العشيه كي دخل تلقاها ودارتها وهي جات دير تشينا فيها جات دير لو زيست دورونج قالت لي يا ساميه تجي هايله هكذا قلت لها على بالي قلت لها بصح ما ديريلوش راه ما يحبش قالت لي لا 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 ما عمره ما داقها هكذا قلت لها ما نحبش راني نعرفو قالت لي وليدي ونعرفو واش ديرو تسكتو خلاص دوكا راح نولو في المشحنه تاع العجوز والعروسه انا نقولها راجلي نعرفو يا قالت لك وليدي نعرفو التمسكت حبست خليتها دارتها براحتها باسكو انا كان حيغيتني تعبها دارتها كيما حبت يتو المسح علاش هي دايرتها معوجه كو شايفينها خياتي راهي رايحه للهيك لا لا بلا تولي سقيني تشوفي روحك قعدي مقابلتني دونك دارتها مسكينه تعبت عليها ايتو جا العشيه صالح ريحه المبرجه الحصن شمها من تحت لاكاج ديسكالي هيا فتح الباب قال لي قالها يما يدعي هو يقولها يي قالها يي درتي المبرجه قالت له وي وليدي درت لك كيفاش تطلبني وما نديرش العضه الاولى يا خياتي العضه الاولى دلها يما واش درتي قالت له ما درت لك والو البرجه قالها لا لا لا, لا كاينه حاجه قالت له درت زيت دورونج يجي هايل يما قالها يا ما نحبوش يما يما وعلى تخلطي مسكينه اللي تي ديسو وقالت بالك ياكل والله ما نمسها ني الغدوه ني الغدوه باسكو ما يقدرش هو الزيت دورونج هكذاك مع البرجه انا راجلي شغل يحب كل حاجه بالبنه تاع زمان ما يحبش العصرانه ولا تخلطي له ليغو هي مالغري تجي هايله بزاز دورونج تجي بنينه انا ناكلها بزاز دورونج بصح هو ما دونك حصلت فيا وحدي كليت 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 حتى داوني للسبيطار وصحة سمانه وانا نضرب فيها باسكو عجوزتي ما تاكلهاش بزاف وانا يا لوك 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 دوك دوك بلوتو دوك 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 حتى
واحد المره نطفل لي الخيقه ما قدرتش نتنفس، حسيت باللي خلاص لو كندير هكذا يديا السما نطير. واش بك؟ حبه حاشاكم نرد، حبه هكذا قلت له راني حنموت راني حنموت صالح راني حنموت. يا اخي جرو بيا لي زورجونس لقاو المبرجه الدور هنايا داروا لي ليكوغرافي لقاو غير التمر والسميد والزيت والدنيا. ايا قالوا لي مدام قادري روحك كولي، ماشي ما تاكليش بصح كولي بالعقل، ماشي حتى تبع تجيبي. يعني هاد الهضره هضرناها على باش نقول لكم باللي ما تعندوش العجوزه. جيت دخلت تسمع في الحكايه، تشبه حكايه المبرجه تاع زيت دورونج. مش ما تشفاش يبقى لك تشفيت بو عليا هذاك راهي تقطع اللايف بسمه ولا غير راني نشوف كي نشوفكم تحبطوا كاع نفهم بلي راهي تقطعي. واش تحبوا؟ كاين ناس موديه وكلهم ربي لو واش نقولوا. اهلا وعليكم السلام يا شرقة الشمس، واش راكي لاباس؟ راهي تقطع بزاف اللايف خياتي ولا غير حتى استحيت نقول لكم ديروا القلوبه ولا حشمت منكم ولا غير حشمت حطاش يديروا سينيال. والله ما نفهم علاش يسنياليو هاد الصفحه، هي ما بقيت واش نقول، نسكت خير. ماما انا ما نحبش الزاز تاع الليم ولورونج في حوايج تقليديه. وي انا في تشارك العيان وفي هاد الصوالح ما نحبش، انا ماشي في تشارك العيان ما نكذبش، نحب في تشارك العيان. استنى ونشوف وي اي جي. انا سيت المبرجه ولا زعما ناكل، شوفي ناكل هاد الكندوري هذه ناكل بصح في العرايش دي فوا نشوفهم يديروا زاز تاع دورونج زاز دو سيترون في تشارك المسكر هذيك ما نحبش. شتو تالمون كان جاري مام هنايا وراهو شوفو لصق لي شوية. هانتكم مديرو بيه بلاصة دونك شتو حطينا ها درتها كاغية فوالا ونجو نزيدو عليها الفوقانية. أنا نخدمو ونقصرو خياتي فوالا لي كوغ ماسير ميرسي بوكو صاف ميغ غيد ميرسي حبيبتي يعطيكم الصحه. جربت القريوش تاعك جاني توب يعيشك حبيبتي تاكليه بالصحه ولهنا. لا ما راهش يتقطع اختي شوفي عندك والله العظيم غادي تكتب نتوما لا كنت تكتبوا ماشي انايا. اون في سي كونتي توا ليلى يعطيك الصحه ربي يخلف عليك كثر خيرك ليلى ابغوس. ميرسي بوكو حبيبتي على لي زيتوال، هما يعني دعم بوكو بلوس دعم لللايف كثر خيركم. عندي راهو مليح نوال الحمد لله فوالا دي كور ميرسي ميرسي بوكو لكل وحده عملت لي كور الله يفرحها الله يعطيها حتى يمنيها ان شاء الله يا ربي. دونك نجيبو هذه خياتي ولا اللي قعدت العجينه حلوها كيما التمر يعني سور ان بابي كويسون وطرحوها وجو قلبوها كيما قلبت التمر ولا فركتوها هكذا وبداو تلموها هذا وشنو تكون كيف كيف يا اخي. من بعد نبدا نقرصها. دونك حكيت لكم هاد الحكايه تاع العجوزه ولا العروسه وكانت فيها يعني معنى. كنت بعت عجوزتي ونقول لها لا ما تغلبينيش دوك انا عندي 10 مع 10 سنين انت كتقولي لي انتيا راه ما يحبش وكان يولو في حلوى ربط. انا قلت لها لا قلت لها صلاح ونعرفو ما يحبش هكذا. قالت لي وليدي ونعرفو واش تزيدو. ها فهمتوا دونك البنات هذه هي نهضر ماشي البنات نتوما اللي كنتو تبعوا فيا نتوما خياتي على بالي اللي تبعوني سي دي دام بوزي عقلات مرتبات راني عارفه بصح كاين من داك هكذايا يدخلوا لي العزبات يدخلوا لي لي عرايس جدد اللي صغار في العمر. دونك ها واش نقول لك باسكو حكايه العروسه والعجوزه كاعيتك نعانيو منهم كاعيتك خياتي وهذا المشكل ماشي حيخلص باسكو مع يمك وتزعفي مع اختك وتزعفي مع روحك دي فوا تزعفي مع بنتك العزيزه عليك بنتك اللي انت كرشك جابتها وربيتيها وكي تكبر لك دي فوا تولي تخرجك خرجات بصح كي تولي في العجوزه ولا العروسه نبداو نتحسوا شويه شويه من داك انت تجوزي من داك يتجوز ولا شتي بلي ما تجوزلكش قايتك ما قدرتيش كيما سيتي معاها مره تجبدي روحك غير بالعقل هذا ما كان باسكو تدخلي في مشاكل مع جوزتك انت الخاسره حتى ولا شفتي بلي ما مفردش بينك وبينها دي فوا كاين عجايز ما نكذبوش قباحات
كيما كاين عرايس قباحه، دونك كي تشوفيها قبيحه قبيحه خاص ما قدرتيلهاش تو تو روتير، ما تربحي لها العيب، ما ترجعي لها كلمه، ما تهضري معاها في ما تدخليش معاها في نقاش، باسكو هذا نقاش عقيم امبوسيبل تربحيها، يعني كوني مهنيه. باسكو الا كان عندك راجل وليدك راجلك صالح كيما راجلي صالح، اسمع له مسمى راه مستحيل يسمح في يماه ولا حتى يعطي لك الحق بينك وبينه، بصح قدام يماه مش حيعطي لك الحق، يعني كوني مهنيه. دونك بالتي هي احسن، الا ما قدرتيش كاع جبدي روحك بالعقل، وما تخليش كلمه العيب تقعد بيناتكم، من عندها وماشي من عندك. ما فهمتش علاش ما يخرجيش اللايف نتاعك ليندا بنير بنير بحماس، بزاف اللي يقولوا لي ساميه كي تكوني لايف ما يخرجوليش. اون توكا على السلامه، دا شحال ما شفتكش ليندا، واش راكي؟ هيا خياتي دوكا انايا نمشيها كاع كيف كيف، تعوش ديروا لي هنايا بزاف خشينه وهنايا مرقيقه، هذاك السميد اللي حطيته من الفوق لازم يكون عندي كيف كيف، ومن بعد نجي نغلق هنا الطرف ونروحو نمشيو فيها، نمشيو كيف كيف. بسم الله، وتقولوا بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أخذ مخطرة واستغفروا خياتي باش ربي يبارك لكم ويسهل لكم الحاجة. ألو ان شاء الله عليك ربي يحفظك من غيارات مالسي، وامين امين يا رب العالمين. واش راكم تحضروا اليوم؟ ساره بالامل حبيبتي البراج المبرجه، دوك انا كي نبدا نحل ونحس بلي هنا راهي خشينه وهنا راهي رقيقه، نعبز على وين راهي خشينه، كي نلحق هنا نروح بالعقل باش تجينا كيف كيف. خياتي ديروا ليش جهه خشينه جهه رقيقه، راكم كي تمسوا تحسوا بيدكم. حلوها بالحلال، حلوها بالحلال كيما حبيتو. شحال شابة نحبك يا عمري، عايشك حبيبتي يعطيك الصحة، أنت الأجمل والله أنت الأجمل. السلام عليكم، السلام ورحمة الله. على بالكم كي نحب نقراكم، سبحان الله ما نقراش، نطيح غير في سلام واش راكي نحبك تعجبيني. كي نكمل اللايف ونجي نقراكم نلقى الله، الله كاين اللي يشاركوني في الهضرة، كاين اللي يجاوبوني. سامية اللي راكي معايا ايبانكلي لي كومونتير اللي شاركوني في السوجي. كلامك صواب يسلمك، يعيشك. الحياة هذه صراع إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. يعطيك الصحة إشراقة الشمس، هذه هي هذه هي، ربي يقدرنا برك هذا مكان، والله غير نبات ظلمة، نبات مظلومة وما نباتش ظلمة. ودي فوا كي تسكتي دي فوا كاين منكر يصرى فيك، بصح تسكتي تجهدي نفسك باش ما تجاوبيش، راكي تعياي راكي تمرضي، بصح هذاك السكات عمرك ما تندمي عليه. بس هذاك الانسان اللي كلاك ولا حكلك حقك ولا هضر فيك واش ما فيك ولا ما نعرف انا واش دار، امنيني غير هذاك الغزال اللي كنتي فيه وهذاك الزعاف وهذاك الكظم كظم الغيظ هذاك والدعاء اللي دعيتيه ما تدعيش عليه، غير حسبي الله ونعم الوكيل وقعدي والله غير تتفرجي. القاعده انت يا خاطيك وما تستشفيش، بصح تقعدي وتتفرجي. الوصفه من فضلكم الاخوات، اوكي حلي بالحلال يعاونك. بالله غير نحب هكذا يا حنونه، نحب هكذا خلاص انا كملتها. شوفوا ها اون بليس راني نهضر ونخدم، كي نشوفها تشقت معايا باسكو سي نورمال نبسها نجي نقرصها، وين شفتها تشقت نقرصها هكذايا، سي نورمال تشقت لي، ما ترققوهاش بزاف. دوك انا شوفوا نجيب كوبات، باش تبان لي
من بعد كي نكملها هكذا باش نحي لي زونبرينت تاوعي واش ولا صبعتيه بلوتو، نجي نعاود لها بالحله الخفيف برك. انا هكذا راهي عجبتني، ما نزيدش نرققها. ما نعبصش غير باش نسويها. جيم تو سويفر مدام دو كندا. عسلامة كهينة، واش راكي؟ ديك الصحة شهيتيني. أبا سهلة مهنة خياتي، لايا درت لكم الكوراج، على بالي تعرفوها، مي بالك درت لكم شوية الكوراج. حفظكم الرحمن وأنار قلوبكم بالإيمان، آمين وسيل، آمين وإياكم يا رب العالمين. الله يبارك تربية وهمة وإرادة هدى. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. أحبك في الله نونينا، حتى أنا نعزكم يا عزاز، والله راني نحبكم ربي عالم. الله يبارك فيك وفي الأم اللي رباتك، أم فاروق حسيبة، ربي يحفظها ويعطي لها ما تمنت إن شاء الله. كلامك صح والله، الإنسحاب هو الحل. آوي زيزو تهدري تتبلبلي تجغبلي، كاع نعرفو والله. كيما قلتكم البارح، ما كاش حاجة سهلة قد القباحة، سورتو كي تكوني زعفانة. هاي القباحة تخرج وحدها خياتي، والشيطان يركبك تولي، لا ما كانتش فيك تولي فيك، صح ولا لا؟ لا بصح باش تشديها وتشوفي البعيد، تشوفي البعيد، ما تشوفيش عند النيف، باسكو عند النيفك انتي جغبلي وانا نجغبل، انتي قولي وانا نقول، ونشوفوا شكون يفريها. ضربتيني نضرب، نشوفوا شكون يفريها. كديلي نكيدلك، ما متفراش عمرها ما راح تفرى. دونك نسكت، كمل طريقي ويجيب لكم ربي الخبر حتى لعندكم بلا ما تحوسوا. كي تلقاي الكلام عقيم مع هذاك الانسان، ما كان له الواحد يجاوب يجبد روحه احسن، وخلي هذاك الانسان يتكاكا وحده، بالك يعرف غلطه. وي كريما دي فوا يعرف غلطه، دي فوا حتى هو ما مسخ ربي. كاين اللي مسخهم ربي، والله ربي مسخهم، هما جايبت لهم ربي شطاره وهي المسخ، والله غير مسخهم ربي. باسكو كيفاش يمسخك ربي؟ قولوا لي كيفاه. يتلف لك رايك، تولي تلفت الراي، ديري في عفايس الناس مدهوشين فيك وانت تشوفيها نورمال، هذاك هو تلف الراي. على الناس بكري بزاف يقولوا الله يمسخك، ايما انا كي يقولوا هكذا كي تكوني غلطه ولا كي يدعوا لك شي واحد ولا نخاف نولي هكذا في بلاصتو، باسكو تولي ديري عفايس يخالفوا الدين، يخالفوا التربيه، يخالفوا المراه المسلمه، ومن بعد تولي تبان لك شطاره، تبان لك فحوليه، وهي مستحيل، هي من الغباء الكبير اللي فيك. وي وي تقطع، شفتو تقطع، عادي عادي. ادعوا لي خياتي ربي يفرج عليا، راني نفسها تقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، راني نفس نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. جلال بكم حبيبتي، راكي نفسها ما تغيديش روحك، اقراي قران. الا كاينه نفسها قساتك اقراي قران، غير القران يداوي لك جروحك، ماشي يداوي جروحك، يداوي جروحك وي، مي يطفي لك هذيك الغل اللي يكون في قلبك وهذيك الزعفه وهذيك الشحنه، باسكو راكي نفسها راكي تضري روحك وتضري البيبي نتاعك. والزعاف نتاع النفاس راهو يقعد لك، ما تبرايش منه، راه يولي يقعد لك لي سيكال حبيبتي. دونك انا وراسك خمي في وليدك، حاجه ما حاجه كلشي يهون قدام البيبي اللي عندك، طفله ولا طفل، ولا طفل ربي يبارك لك فيهم. ما حسبي الله ونعم الوكيل، وما تقعديش تخمي في هذاك المشكل وتطلعي وتحبطي وديري الفيلمات وتزيدي، هو بالك المشكله راهو صار وخلاص، وانت تقعدي تحبسيها لتم، تستغفري، ديري قران، تقراي ولا قدرتي اهدري مع انسان عزيز عليك اللي يفهمك، ولا خطره وحبسي الهضره على المشكل. باسكو خياتي سمعوني مليح، قد ما تحكيو على المشكل قد ما يزيد يكبر المشكل، قد ما نبلع فمي ونخلي ميم راني موجوعه، نخلي داك كيما نقولو خلاص صرات صرات ونسكت ونكمل، المشكل راح يصغر، صغروها تصغر. تحكي تحكي تحكي، انا نحكي مع اختي نحكي لها، زيد تجيب جوزتي نحكي لها، زيد تجيب بنت عمي تعيط لي صاحبتي نزيد نحكي لها، على بالك بلي المشكل كي تكبري فيه
سكتي وخليها هكذاك، قد ما كانت كبيره راح تصغر بربي ان شاء الله. كلامك سوا بالسكوت والانسحاب انتصار. ربي ها وي صبتو مع شي ناس، كاين شي ناس تقدري تدي وتجيبي معاهم هكذايا، كاين شي ناس ما عندهمش لا غالب، ما عندهمش في راسهم. لا شهيتيني بصح السخانه اللي عندنا ما شكيتش نقدر نطيبها. شوفي اوكي نقول لك حاجه، راهي تقطع، راهي تقطع جب، راهي ما عجبهمش راني نقول، راهم تقلقوا من واش راني نقول. لا علينا، تقدري ديريها غدوه في الليل، ديريها كيما راني نديرها، تغطيها وطيبيها الصباح، تنوضي لها الصباح بكري طيبيها قبل ما تدخل ديك السخانه الكبيره، طيبيها يا اخي باسكو كيما راهي تقدروا تخلوها خياتي ما عنده ما يصرالها، ولكن تقولي زعما درتها ولازم نطيبها دركا ولا تولي كحله. ديريها ولا عجزتي عليها تجي نغطيها، نرفد الجفنه تاعي، نرفد هذاك واش الطباسه اللي استعملتهم، وغدوه صباح نوض لها هكذا نبكر لها نطيبها ويستقاو بها ناس دارك. الحبيبه يا ربي يربط على قلبك ان شاء الله يا ربي، سورتو نفسها الزعفه تاعها واعره. نفسها وهادو اللي دناو لك وانت نفسها، ولا غير غايديني ام غايديني اكثر منك باسكو رحت دعوتك راح تخرج فيهم، تدعيش عليهم بالشر بالك هي حكي من الكلمه اللي قلتيها، حسبي الله ونعم الوكيل تكفي. واش راكي تعاملي ما شفتش من الاول؟ نعمل المبرجه حنونه، صحيح رفع الصوت علامه عن ضعف الشخصيه. اكزاكتومون ام بناتي، البارح كنت نقرا في التعليقات كتبوا لي اسنا ونهضروا ونحط انا خي على بالكم مازالني في هذيك المقله نطيب فيها، كل مره نقول نشري هذاك اللي تباع هذيك لابلاك نطيب فيها تاع تريسيتي ما كتبليش ربي. دونك نتوما بيان سور طيبوها في طاجين المسرح. الله الله انايا نجيب المقله نتاعي هاي ليك ونصحها برك. دوك نجي نقول لكم حاجه، البارح هضرنا شويه في هذا السوجي مع خياتي، كانت وحده كتبت لي قالت لي ساميه لا لا قالت لي كي دي فوا ما تجاوبيش يقولوا بلي خفتي ولا شخصيتك ضعيفه ولا لا 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 مستحيل. على بالكم اللي ما يجاوبش واللي يقدر يتحكم في اعصابه ويخدم عقله، على بالكم بلي هو اقوى الاقوياء ولا لا؟ لا هادي ماشي انا نقول، هادو مع علماء النفس، هادو من الناس اللي دارسين، هادو من الناس اللي يعرفوا يحلوا الشخصيات، اقوى الاقوياء. قلت لكم كي تقدري تشدي روحك واحد راه ديجا حتى في ديننا كاينه، تقدري تشدي روحك على انسان راه يضر فيك ولا راه يدير فيك الشر عيني عينك وانت راكي شايده روحك عليه، راكي قويه. شكون اللي قوي اللي راهو بلا 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 ويزيد سمانه بلا 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 ويزيد 10 ايام بلا 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 وانت عايفاتو، انت راكي خلاص راكي بعيده، بصح هو ما حبش يسكت عليك بالاذى نتاعو على عليك. شكون اللي قوي هنايا انت ولا هذاك بلا 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 بلا؟ وفرتي جهدك، وفرتي اعصابك، ربحتي دعاوي، ربي جزاك. هما واش دا واش دا عم باتلو قوته راهي في لسانو، مستحيل. هادو من الناس حتى ولا ادعاو انهم اقوياء الشخصيه، صدقوني قولوا واش ما فيهمش، هما اضعف الضعفاء. وافقوني قولوا لي اسكو راكم معايا ولا لا؟ لا اصلا الناس اللي يعيطوا لانها كاع هما يعيطوا، مم زعما عندك خوك في الدار غير يدخل اي وراي هذيك اسمعي روحي لنا ها ضعيف على بالك اخوك هذا مسكين باسكو لقى غير صوتو زعما اللي يقدر يخلع به. لو كان جا زعما كيما نقولوا خوك ولا اختك ولا الناس اللي عاملين هكذايا، هذا سي جوست ان اكزومبل. بالخزره نخافوا الانسان يدير اللي قدر لروحو، دي فوا الناس ما تعرفوهمش مي غير يوقفوا لكم هكذايا تعسوا هضرتكم باسكو فاردين القدر على عمرهم ماشي بالعياط. مي كيما الدراري دي فوا حنا مزعف صرا لنا نقعدوا غير نعيطوا عليهم ما يترباو ما والو، العياط غير يفرفش. مي حنا الله غالب الدنيا صعيبه معنا حنا الكبار، كل واحد وعنده مشاكل وهمومه، بصح كونترير الطفل الصغير قد ما تهضري معاه بالعقل
قد ما راح يزيد يسمع لك تعيطي راح يتفرفش، تهضري من لعب العقل تخفضي الصوت نتاعك راح تشوف اتيري سون اتونسيون سافو دير راح تلفتي الانتباه تاعو باسكو يقول راح يركز معاك راح يفهم واش راكي تقولي. بصح دراري تاع دوكا بسلامتهم بسلامتهم مي معليش نسعفوهم كيما كانت وخلاص. صح كلام صواب. الصمت لغه العظماء اكزاكتومون كريمه عيشك هذيك هي قتلكم كريمه. الصمت لغه العظماء حتى ولا الانسان غلط فيك وكي تسكتي يدور عام عامين ثلاثه يقول يح انا واش قلت فيها واش درت واش عملت واش واسيت وبنت عمتك ولا بنت عمك ولا لوستك ولا بامبورت شكون تكون من ماشي حتستعرف علنا بصح في قلبها راح تقعدي لها حرقه. يعطيك الصحة حبيبتي بلا مزيا كيفاش تقدري توفقي بين الدار والخدمة أمينة ولا غير بالتعب بالرجلين يسطروا تروحي ترقدي بهادو مكتف كيعيطوا تجي تتكسلي منا تقولي أي كنت هذا الجن بيوجع. ما نكذبش عليك حبيبتي والله ما نكذب عليك نقول لك زعما سهلة وخطرات تديك الخدمة على الدار خطرات راكي في خدمتك تهملي شوية دارك ديري غير اللازمة خطرات الكونتخير دونك كل مره المره هذه هذا راه انسان راهي كيما نقولوا كائن حتى هي تعيا خطرات تكوني شاطره توفقي مليح خطرات هذه تديك على هذه الدار تديك على الخدمه ولا الخدمه تديك على الدار ماشي سهله. مي بيان سور تدعي بالمنوض بكري بالكوراج ديري الكوراج يا حسره مازال كاين ناس كيما انت في شبكه التواصل الله يبارك ربي يكبر شانك باهك كاين ولا غير كاين مازال كاين يا حسره ولا غير كاين كاين ناس ما شاء الله ولا غير كاين بصح حتى الهضره على اللي ماشي مليح حتى ولاو مليح ما يدانوش ما نهضروش عليهم هذا ما كانوا باقي ولا غير كاين النساء عندهم محتوى ولا يخرجوا بلاي يفيدوكم بمعلومه يفيدوكم بان بون بلان يفيدوكم بكاش حاجه انا هذه كبيره بزاف ما تساعدنيش نجو نقطعوا المبرجه نتاعنا مازال اوغوزمون لي كاين مازال كاينين في لي لايف في لي ريزو سوسيو بلوتو مازال كاينين في الدنيا ثانيه قولي لي قلال صح ما نكذبوش بصح مازالهم كاينين ولا غير مازالهم كاينين ماشي معناتها انا ما نغلطش ولا انا مانيش ملاك خياتي حتى انا نغلط حتى انا نغلط بصح ما نغلطش فيك الغلطه تاع تبهديله ولا تاع نضرك نقدر نغلط فوالا شتو انا ما كنت معايا سي هاوليك قطعت الطرف باسكو على بالكم نبداو نطيبو الطرف دابا كون جاو غير كاين ناس الشر كان راهي الدنيا خلاصت حبيبتي ربي يبين بك الناس الملاح ويقوي صوتهم هذا ما كان حنا تاع لي زاني 80 سورتو بوكو بلوس حنايا تاع لي زاني 80 لي قبلنا وي مي حنايا باسكو حنايا الجيل الذهبي اللي دينا من القدم ولحقنا ثاني بالجديد ما نكذبش على ربي والله غير دينا احسن تربيه والله الحمد لله نفتخر بكوني بنت الجيل الذهبي انايا في وقتي كنت مازلني والله العظيم غير عشتها كي نشوف الشيخه كما كنا نقولوا بكري الشيخه تاعي الاستاذه ولا الاستاذ نتاعي برا كي كنت في البريميرا غير نستحي ونخاف لحقت لها انا هذه لحقت لها ولا غير لحقت لها ديك الصحه النصيحه ايفا بلا مزيه اي هكذا دوكا خطرات بالك تشوفني وحده راهي مقنوطه راهي مضايقه بها الدنيا نكملوا على بعضنا إيه لازم واحد يوقع لازم واحد يوقع دوكا كي تشوفوا واحد حزين واحد ماشي مليح واحد خلاص مسكين شفتوه باللي راه المشاكل غرق فيهم ما تروحوش تزيدوا تكملوا عليها صبروه فطنوه وقعوا قولوا له بلي كاين ماكثر صغروا له المشكل في راسه ما انتم راكم تشوفوه كبير لازم نمدوا الكوراج بعدنا ما كاش اللي ما يتقاش في الدنيا هذه ما كاش اللي ما عاش مشاكل ولا ما في دارهم ولا مع صحابة اصحاباته ولا مع فاميلته ولا ها من الخاوه في بعضهم ولاو يتقاتلوا صح ولا لا ها
بكلي كنا نشوفوا هكذا الخاوه حتى ولا كانوا ما يتفاهموش بيناتهم. يا خاوتي انا بنت، انا بنت العجايز، انا ربتني العجوزه ربي يرحمها ويوسع عليها. حتى ولا تشوفيهم متخالفين بصح ما يقدروش يعلو صوتهم ولا يضربوا ولا مع قدام باباهم ولا قدام وليد عمهم. ولا نحكي لكم هديه، بابا، هذا بابا زايد في 58 ربي يحفظه، مالا باباه كان متوفي، كان في عمره وقيله الله ما نكذب عليكم 26 27 سنه. حب يدير حاجه وجده الله يرحمها ما كانتش راضيه، يعني مه ما كانتش راضيه على الحاجه هذيك، وهو ما كانش قالها نديرها ولا هي، قالت له لا لا باسكو بابا كان صغير كان يفواياجي بزاف ما خلى حتى بلاد، دونك كان حب يروح جده ما حبتلوش، فما قدرتلوش هي، ما قدرتلوش شغل يقول لها لا لا ما، ويقول لها ما ربي يرحمها يوسع عليها ما نديرها ما نروح. حتى واحد المره كي خلاص باسكو هي ما حبتش زعما تخرج حكايتها وحكايه ولادها، زعما قالت انا نجيري راجلي مات انا نجيري ولادي نقدر لهم. جده صنديده جدتي مبارك ربي يرحمها، كي شافت بلي خلاص وليدها راح يغلبها واش دارت؟ قعدت له في المراه تحكي لنا، قعدت له في المراه قالت له والله غير نقول نبيعك لوليد عمك، قالت له والله وتكمل في هذا الراي غير نبيعك لوليد عمك، وهذا وليد عمو، وليد عمو شقيق او ميم طون نسيبو يعني خادي اختو، فهمتوا تسمى وليد عمو اللي خلعته به جده او ميم طون راجل اختو. قال لك من هذيك تحكي لعمتي قال لك حبكه وما زدتش هضره وما زدتش جبد، هذا خلعاته بوليد عمو، يعني باش تشوفوا زمان كان نقدر ماشي غير في البابات، ولا كان ديما عندنا واحد في العيله اللي نقدروه بزاف ما نقدروش قدامه. قال لك مل تما زدت كاع عاود نزج كاع دار بجده وما زدتش عاود الحكايه هذيك، دونك دركا زعما تقولي له نخلعك بوليد عمك ولا نخل يتيري عليك من بعيد بحال كيما هذا صح ولا لا؟ اي واللي ماشي شاطر وساجي ما يدخلش عندكم في اللايف ياه يسجل قالت لك واللي شاطر ماشي واللي ماشي شاطر وساجي ما يدخلش عندكم في اللايف. لا غير لا لا شوفي لا تحزن ان الله معنا، مادام كي دخلتي وقعدتي ولو كان قعدتي 10 دقائق معايا راه كيسجيو في حلو وشاطره ما كاش منها ما تقدر شوفوا وحداش ماشي شاطره ولا ما تحملش اللايف تاعي ولا ماشي ساجيه ولا ماشي عاقله ما يعجبهاش اللايف تاعي من الاخر. الو كلامك كامل في الصواب، الله يجازيك كل خير ام محمد امين، نفكركم ونفكر روحي ثاني حتى انا من داك ننسى ونغلط. والله يا اختي ماما سمعت يا ما قاسيت بصح ما نهدرش كيما قلتي، ربتني جدة ربي يرحمها ويبارك لك في صحتك. ايفا صح جينا واعره، يعني واعره الواحد يسكت واحد يعني يحكم روحه بصح ربي وحده ما عاد يفريها لك. والله هيا دوكا نشوف المقله تاعي راهي سخونه نجبد هادية هكذا نبداو ديما نطيبو يا خي لي شوت. باش منها نشوف السخانه كيفاش راهي ومنها نتهنى منهم. خصتني سنيو على بالكم صبروا ما حنجيب سنيوة بعد شوية سخونة. نموت على لي لايف نتاعك نسناهم فارغ الصبر منار عبدو. يسلمك وش احوالك نور انفال بخير الحمد لله وانتيا ربي يعطيك الصحه امين. باقي راكي مع البراج ربيعه وانك ان شاء الله خدمه ونظافه واتقان وعطاء من القلب الحمد لله يا ربي. كون جيت خبيثه ولا متصنعه ولا 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 ما نعطيلكمش الوصفات نتاعي بهذه المصداقيه، ودي فوا على بالكم كي نكمل اللايف
نقعد صدقوني كي نعمل سورتو كي نعمل معاكم الوصفات نفشل باسكو علاه تخدمي تهضري 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 وتعاودي تعاودي تعاودي في المفيد يا اخي في الوصفات. والله خياتي غير خلاص نحبس نحس بالاستاذ. دونك لو كان ما جيت شويه هكذا والله ما نعطيكم الوصفات بمصداقيه. قلت لكم وكاين حلواجيات راهم يجوا يشوفوا يخدموا بالوصفات نتاوعي. الوغ دوك نجي نقطعها. تحبوا تقطعوها بهذاك الطابع انا ما يعجبنيش يديرهم لي طوال بزاف. تحبوا بيدكم نجي نطلع عليها قلكم شويه واعره نجيب فرشيطه شتو كي نديرو لها العسيله. العسيله صح تعاوننا في التحميره صح طيب ماشي تروحو ت هيا نروح نوريها لكم. هاي ليك البرجة نتاعنا تنقطعوها وشوفوا لي الطرف كيفاش راهم يطيبوا. تعطينا تحميرة شابة. مرحبا بجدد معنا ما تنساوش الجاب والأبوني. شتو سامية صاحبتي العزيزة اي رحبت بكم وتمتم شرطت عليكم تعجبيني بزاف. منين انتي محترمة جدا يسلمك حنونة كيف حالكم. الله ما من كما نقولوا من تعز عليكم. انا من 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 الجزائر اصلي بريديه وهني ساكنه في فرنسا حبيبتي. ربي يحفظك انت بزاف مربيه صادقه في وصفاتك الحمد لله يا ربي. هاجر يعيشك الحمد لله الله يدومها. انا يا اخي لو اللي ماشي مليح والله ما يقدر يشد الملل ماشي مليح تاعو والله يطيح يطيح لو ماسك يكذب عليكم وقلبكم يحس. ما هوش يشوفوني في عمرهم 10 سنين و 8 سنين انا المحتوى نتاعي ما راهوش الليل تاع 12 و 15 و ها المحتوى نتاعي راهو مع نسى لي فريمون اصلا. دونك اللي تبعني راح تحس بيا تقول لك اه هدي هو ولا تقول لك لا لا هدي ولا غير دخلت في قلبي وهذه النعمه اللي دخلت في قلبها نعمه. انا ما درت والو ربي سبحانه هو اللي دار هذيك الموده بيناتنا. ونجي نقطع بسم الله بسم الله. كي نشوف الكوبا تاعي توسخت هكذايا نجيب البابي نمسحها باش ما نوسخش الحبه الاخرى. نطيبوها بزاف راح تنشف نقصوا لها طياب راح تقعد لنا خضره. دونك نعسو النار تاعنا نار متوسطه نقطع دابور بالموس باش نشوف. فوالا بسم الله تمرر الطريقه اللي بها راهي تلصق معايا ديرهاش كبيره بزاف. نجيب واحد من هذيا نشوفو وصفتك ناجحة يعطيك الصحة جربت بزاف الحمد لله. ام يوسف في ميزان حسناتي ان شاء الله يا ربي وان شاء الله نلقاو بعضنا كل حسنه. انايا نفيدكم وانتم تاني ما تخلطوش عليا بدعواتكم بالدعم نتاعكم بتشجيعاتكم بنصائحكم شحال مختار نرفد عليكم ميم لي كونساي خياتيه. والله حبيت نبدا مشروع الحلويات خاصني دعم معنوي وتشجيع. ادعوا لي خياتي ربي يتمم حالي. ام امينه ربي يكمل لك
شوفي هاد الدعم اللي خاصك غير انت ديريه لعمرك على بالك ولا لا؟ لا واحد ما يديره لك السمان اللي رانا فيه الا من رحم ربي يمك توقف معاك بدات اختك بدات خلاله الدعم انت ديريه لروحك الخطوه الاولى تجي من عندك وديري ثقه في روحك وتقولي انا راح نبدا وراح ننجح بربي ان شاء الله انت لو كما تصدميش ما تلحقيش تقعدي تخافي وتواسي تلقاي الوقت جاز وفات الناس جاو موراك ولحقوا انت قعدتي في الخوف نتاعك انت تشجعي روحك انت تدي الخطوه الاولى واحد ما يديرها في بلاصتك ما تستناش يديروها لك شربت الماء الوغ سي بون هادو هما نحيهم راكم معايا راكم هنا ولا في الطرف يطيب والله الله هادي نخليها طيب من هنا طيب من هاد الجهه سخونه ما تسويش تلعبوها كيما انا تمسوها بس فريمون سخونه هيا دوكا نجو نعاودو نقطعو الحبات اللي درتهم نعاود نقطعهم بالكوبات مليح هادو الطرف من بعد نبدلهم ونبدا ندي في الحبات تاعي الاولى شتوها كيفاش قطعتها ماهيش تبان لكم نروح نوري لكم ها العزاز هاني كيفاش قطعتها شوفوا بيدي بصح جاو كامل كيف كيف صح ولا لا؟ لا بسم الله ما شاء الله صلوا على النبي خياتي صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام برافو ميرسي حبيبتي ربيحه الله يبارك عليك نحبوك وانا تاني حتى اختكم تحبكم في الله دونك هديه نحيها هدي حبيتها باش يطيب لي هذاك الطرف برك شوفوا شتو كيفاش طابوا بداو حقهم او ميم طون احمروا لي كيما نحب بسم الله فوالا ديروها خياتي وعدوني بلي ديروها قلت لكم ولا غلبتكم سخانه هكذا غدوه في الليل اعملوها والصباح طيبوها وكلوها ان شاء الله تكوني بخير ميرسي بور تي روسيت لولي دورا وعليكم السلام بلا مزيه العزيزه كهينا اهلا ما بتبعشين ما شاء الله عليك نعمل اخلاق وتربيه انا ماما اللي ورات لي الكونت نتاعك ومن هذيك وانا نتبع ما شاء الله عليك ربي يجازيك على كل خير امين يا رب العالمين امين عزيزه ربي يحفظ لك ماماك يحفظ لكم كامل امهاتكم ويرحم الموتى منهم وقلت لكم الانسان اللي ماشي مليح يكذب عليكم واحد ما يغني لكم في راسكم واحد ما يغني لكم في راسكم الانسان اللي ماشي مليح يبان يبدا اصلا من الوصفات نتاعو يفتح لايف ويقعد غير نا 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 نا. حتى ويحبت تمد لكم وصفه تلقاوها بالك تخبي انا شفتوني واللي ما يعرفونيش يعاودوا يشوفوا لي لايف نتاعي ولا يدخلوا على اليوتيوب ساميه للجواز راح يشوفوا عطيت لكم كيفاش ديروا وصفه شارك العريان بكل مصداقيه بلاستوس البقلاوه المقروط العسل اللي كنت نقول مستحيل نمد الوصفه نتاعي انا مقروط العسل كنت نقول ماما الموحد ما نمدش كاع الوصفه تاعي ومديتها وشرحت لكم بالالف والباء والتاء والحمد لله يا ربي جربتو ونجحتو ما تنساوش باك تدخلوا تاني لو جروب نتاعي جاتو ساميه للجيرواز تاعي وتاعكم واسمو جاتو ساميه للجيرواز اون فرونسي كتبوها ورجعوا لي الخبر تدخلوا جروب محترم فيه اخوات بالطبع والله غير نسالي فيه كاع بالطبع شتوني كيما راكو تقولوا عليا نسالي في الجروب تاعي جاتو ساميه للجيرواز خمني روحوا لها غير بالعقل شوفوك تشوفوك شاني نجي نسالا نجي نسقمها كاين يزيدو يبلاطيوها هكذا شويه نسيسوها نجي نحطها طيب نفاق ديما النار تاعي شتو كي خلو ديما بابي قدامكم
نرفدها حسيت راحة تلصق دوك نقعد نطبع فيها هاد الأخير نخلوه يطيب في امان الله وحنا رانا نخدمو سلام في هاد السخانه ما شاء الله والله ما عندنا سخانه حبيبتي الحاله راه مليحه في الصباح صح في النهار كانت شويه من بعد من 5 للفوق الحال دار وكل الريح وكاين النسمه انني في فرنسا حبيبتي بالك السخانه راهي في البلاد الله الله بلادي العزيزه كيف حوالك الله يوفقك زوزو بخير الحمد لله وانت واش راكي نخدم شويه غاطو نتعب نشوفك نتسولاجا كما خدمتي لا ميس نديرو الكوراج لبعضنا خياتي هذه هي نجيو نديرو الكوراج لبعضنا نتوانسو قلت لكم دي فوا ماشي الوصفات اللي راح نمد لكم حاجه جديده ولا مي نديرو البلا نديرو الكوراج لعملنا اللي مازال ما دخلش للجروب هاوليك الرابط الرابط يعطيك الصحه سميه العزيزه سميه صاحبتي سكيكديه هاي ليك الرابط لتحت نتاع الجروب تاعي اللي حاب يدخل خياتي هاوليك لو ليان لتحت دي فوا ميم عندكم دي كيسيون ولا تحطوهم في الجروب تسقسيوهم في الجروب ومن بعد خياتي العزاز راح يجاوبوكم انا ما نشوفش دي فوا ما ندخلش فيه ولا مي تلقاي ديما كاينه وحده راح تجاوبك ما تخليهاش في خاطرك ظريفة يسلمك سيليا هادو البراج وي وي براج البريجية على بالكم انايا اصلي بريجي اصلي بريجي جدودي نحكي بريجيين دونك هكذا نديروها حنا نلاقيو بها الربيع في زمان الربيع انا هاد العام ما درتهاش باسكو الربيع جا مع رمضان ومن بعد انا كانت عندي الخدمة اللي تيت عليها دونك درتها في الصيف حنلاقي بها الخريف تعيشي منين في البرج انا بريجية انا ما اصلا من بابا زايد في تسمرت طلع في عمره 7 ايام قلت الالجي من زمورة بصح من دشرة دشرة ولا غير دشرة انا جديده وعجبتيني بزاف بصح ما نعرفش الناس تما باسكو من بكري جدي الله يرحمه جا صغير يعني طلع الالجي دونك ما نعمل ما نروحش بزاف للبرج ما نكذبش عليكم نزيد لها شويه باش ندورها عندي خالي ساكن تما عندي ولاد عمامه الفاميليا اللي من بعيد وي مي حنا مازال ما عندناش يعني دوكا دار لتما ولا نروحوا لها ولا دارنا تاع بكري يحكي وقال لك خلاص يعني كيما لقاتش لونتروتيان وما لقاتش لي يروح لها دونك تهدمت ولا كيفاش يقولوا جميله وهادئه ومتواضعه كوكي كيما بحالك كما جيتيش هكذايا كما دخلتي وما قعدتي في اللايف الو الله يبارك ام بسمه يبارك فيك العزيزه نحب نقطع بالموس نقولكم علاش باش نشوف باسكو لي كان ما نقطعش بالموس ما نشوفش ما بلا بلا كوباس تخبي لي باش ما نديرهاش كبيره بزاف دايا ندير جوج مقلات طيب هذا
معليش مش طرف. بعدوهم بالك هو بعدوهم باش ما تفتتوش. بسم الله نجي نقلبها هنا. كي نقلبها نعبز عليها شويه. نمسها وتتفتت وحدها دوكا نسايسها. شوفوا كيش طابت حميمة. الله الله تشهي وما تخطفوهاش خياتي. تبان لكم طيب. اوحي الريحه لكم هنا. خرجتي بزاف حلوه. جيت من كثرة ما راكي تمدي اسرار المهنه. ربي يجعلها في ميزان حسناتك. أدم ياسمين آمين يا رب العالمين حبيبي ربي. وتقولي بالك ينقص خيري ولا كي درت هكذايا نقصت عليا الخدمه ولا راحوا عليا لي كليون ولا هذه كيتخدم بالوصفه نتاعي. بصح ما تقولش بلي تاع ساميه. ما تقولش تقول بلي تاعي انا درتها هكذا. نو كل حلوه جيه ولا كل مبتدئه دارت بالوصفه نتاعي سواء قالت ولا ما قالتش دعت لي بالخير ولا لا انا راني ديتهم حسنات عند ربي سبحانه. صح ولا لا؟ وقلت لكم والله ما تقصت في خدمتي والله ما نكذب غير الكونترير. راهم يعيطوا ويحوسوا عليا والله كي ساميه وما غير اللي تقول لي كي ديفوا نرفد لهم يا انفر رفدتينا شحال احنا نعيطوا شحال احنا نحوسوا عليك. والحمد لله يا ربي نعمه من عند ربي. الطرف انا هادو نخليهم انا فان كملهم. قلت لكم الا عييتوا وغلبتكم سخانه ولا خلوها غطوها كيما راهي وطيبوها غدوه ما عندو ما يصرالها. نجيب بابي شوفوا هذا الطرف خياتي شوفوا عليه مازال سخونه. شوفوا كيفاه هذا الطرف ما فيش بزاف تمره بصح شوفوها الدوب دوبان. بلا كنت تاكلوها سخونه راهي واعره يتمرد. شحال الساعه؟ هي 12 ربع عندي. وعليكم السلام ورحمه الله. تقطع اللايف هانيه معليش واش نديرو واش نديرو. انا خدمت بوصفاتك وانا نقول لك وخرجوا لي يهبلوا شحيمه ابتهالي سلنا كلها غير بزاف ثاني اللي يقولوا كاين لا هضرتها هكذا كذا بصح على بالي بزاف لي يكتبوا لي ويقولوا لي ساميه يعطيك الصحه في البريفي لي ميساج والله ما يتعدوا ما يحصاو. بزاف يقولوا لي ساميه خدمنا بالوصفات نتاعك ونجحنا فيهم وانا دخلنا في هذا الميدان تاع الحلويات قالوا لي ويكثر خيرك يعني بفضل ربي سبحانه وبفضلك انتيا الحمد لله. شفتوا المقروط؟ المقروط دار حاله فريمون دار حاله. الوصفه تاعي بزاف مخالفه. روحي ترقدي. لا نكمل خدمتي ومن بعد راح نرقد ان شاء الله. سخفتيني شايتكم في الجنه. ديروها غدوه عليكم وعلى التمر
وديروها يا قد ما تريح لكم تخير قد ما ديريها وتغطيها زعما هكذايا ديريها وتخليها زوج سوايع ثلاثه ولا تبات قد ما تريح قد ما تسهل عليك في الخدمه وهذاك السميد حيشرب ليدام يعني وتجيك مليحه باسكو ينبسه كي تكون مبسه تشوف الخدمه تاعها شويه صعيبه كي تخدميها تنتم يا كاين اللي يقرصوها يغطوها ويخلوها هيا نطلعوا هذه الحبيبات نتاعنا راكم تشوفوا قبل ما ديما نبعدهم على بعضهم باش ما يتكسروش نسيت شويه زدت شويه النار باسكو لو كان تقعد تطيب تبطالي في المقله ولا في الطاجين تاعكم على بالكم راح تولي تنشف اول مره نشوفك الله يبارك ما شاء الله عليك دراسه وتربيه وعقاله يسلمك نجوى مرحبا بك مرحبا بك تنساوش باك تعملوا ابوني للصفحه الله يرضى عليكم تبارطاجيوها مع ناسكم وحبابكم مع في البروفيل نتاعكم كاش لي جروب لي يحبوا يعني لي يقبلوا لي لايف و بيستركم واش درتي في العجينه نعيمه درت 3 كيلات ممسوحين سميد متوسط كيله نتاع ليدام ناقص ربع زيد كملتها بالزيت وليدام درت سمن ابخي انتيا تقدري ليدام ديريه زبده ديريه غير سمن ديري تخلطي سمن وزيت كاين يديروا زيت زيتون كل واحد كيفاش يحب درت الملح ملحتها يعني مليح ديري الملحه شغل كيما شغل راح ديري الكسره وشنو ثاني وزوج مغارف بالسست غير هكذا حركت درت زوج مغارف نتاع العسل وهذيك الكيله اللي درت بها السميد هي اللي كيلت بها السميد هي اللي عمرتها ما ولميت بها بكري كانوا شوفوا يرفدوها هكذا ويقعدوا يقلبوا فيها هكذا باش تجي يديروها مسويه كاع يقعدوا يلعبوا بها لعبان الله الله على بالكم بكري قد ما يحطوا يدهم في الحاجه قد ما البنه تزيد هيا ندوروا البرجه تاعنا نطلع عليها نفاقدها ما ننساش روحي خياتي هذه تاني على بالكم هذه هي لا بلاك النار راهي في الوسط شغل منا ومنا ماهيش قايستها مليح مش كيما الطاجين تحت الطاجين النار كامل كيف كيف دونك ديفوا الحبات اللي يكونوا منا في الطرف ما يحقلهمش سخانه كيما الاخرين هنا نزيد نشوف هذه ما شاء الله ام احمد يسلمك الله الله عليك يلفح لحياتك الصحه حلويه حلوجيه نسرين على السلامه اهلا شيخ كوليك ديري زوج مقلات وي ولا غير هكذاك ها وجدتها ونسيت روحي ولا غير وجدتها ها هذيك لي بيير صح هكذا باش ميكي جات باسكو سينو راهي حلبات ها شتي هاي اللي نفعتني وجدتها وخليتها قعدت نهضر وخليتها سورتو كاني نهضر باش نقول لكم نشفت بلحظه راهو مليح اللايف ام يوسف اهلا اهلا شكو دايرين نتوما قولولي قولولي الله يرضى عليكم حكيولي نتوما شفتو كام شكو دايرين راكو مكسلين راكو تشوفو تيليفزيون راكو ديرو في كاش حاجه راكو دايما راكو ضفتو عند كاش واحد وراكم في قسره مش كي تاكو في قسره ماكم معايا اكتبولي الله يرضى عليكم راني حابه نقرعج عليكم ما
ندير ليها فيها بزاف لي كريف عيني لي كريف فازين كريف شحال ندير فيها تكتوكا زعما je mange un fruit بصحتك قامير بصحتك رانا نتفرجوا فيك ريتاج وين مي راكي مكسله راكي قاعده راكي في الكوزينه راكي حتى الرقدي راكي عين مفتوحه وعين مغلوقه وتقولي ساميه هيا بركات الله يطولتي فيه خلينا نروحوا نرقدوا راني ما حلوه الطابع شهرزاد سي فري لي شطوره شهرزاد العزيزه شطوره ايه حقا خياتي لي نفكركم كاين اللي يعرفو كاين ما يعرفوش نمسحوا المقله نتاعنا باسكو دي فوا السميد كي نقلبوها تفتت لنا شويه دي فوا دونك نجي نمسحها باسكو لو كان نحط الحبات الاخرين راح يلصق فيهم ما يتنحاش دونك نمسحها اح هيا نجي نحطها لا والله يديك يقدر يحط بيها حبيت نسكر هادي هنا ماشي تاع هكا ما عجبنيش غادي نديها هاد الطرف اي نزيح النار وهادي نحطهم هنا انا نتفرجو فيك راني مكسله ونتفرج في سمسومه الزينه ومطاها عيش في هدوء ونظافة وتسكني وحدك يعطيك يعطيك سبع صحايح بين تهبل شاهدين انا وانبهاء شاهدك في الجنة وانبهاء حبيبتي اختي سمية كاش نهار ديري لنا القاعدة فيها نصائح ونسقسوكي على الحلويات عملتها ديجا بيلا عملتها ديجا عاودي ولي يا دو او تخوا جور عملت قاعدة هكدايا tu es ma meilleure que je suis Et je fais toutes tes recettes, ma famille me disent waouh, on dirait, t'as fait des formations. Kamir. Alhamdulillah, ya Rabbi. Alhamdulillah, Allah yidoum, inshallah, ya Rabbi. T'allai fihom. Dik saha wal raha ki tu waqfi bzaf, dayman nchoufouk bsah ma nkomanti likch Melina. Ahla, ma'ada ma tkomantish Melina, ta'ajzi. كومونتي حبيبتي كومونتي كلها دعم لاختك العزيزه الله يبارك ربي معك حلويات ام ياسمين امين يا رب العالمين مرحبا بك معايا في دار السمسومه ام الحبايب اهلا اهلا بالمديره الا مانيش غلطه ام الحبايب لاني غلطه قولي لي الا راكي اللي في بالي نموت على البراج وانا ثاني نحبهم بصح ما نقدرش ناكل منهم بزاف قلت لكم يضروني تاع الصحه ها هم لي كيفاش جاونا شوفوا خياتي طاب والله الله على وجه واحد حمروهم كيما تحبوا انا نحبهم هكذا ولو كان ندير لكم هكذا تشوفوهم ماشي حموره كيما كي نقلب لاكام شوفوا جاو الله الله الواحد يقول الصح يعني يا ما عندكش اولاد يا عندي عندي حبيبتي عندي اربع اولاد وليت نموت على الحلوه كون ما نديرش نتقلق ملينا كولي غير بالعقل حنونه كولي غير بالعقل باسكو سينو يصرى لي كيما سمسومه راني غير
ونشم هذه باقي تحرقوا هذوما شفتوا باسكو المقله خفيفه ها هو راحوا فيها انا راه تحرقوا تحالوا تحالوا المقله خفيفه والله خليتها بلا قويه معليش ناكلهم انا نحب المحمر الحصون راه جا كي يروح يشري الخبز قال لي وليت ديري لي الخلعه كل مره نجي نقول له ماشي طايب يقول لي وانا طيبته يا مرا نقول له بصح نقول لك قول لهم يعطيوه لك بيان كوي قول لهم بيان كوي انا اللي قلي حاجه محمره حاجه زمان مسمن محمر خفاف محمر كلش نحبه محمر كي نشوف الحاجه بيضاء ما نقدرش ناكل ما تعجبنيش نحس فيها ريحه العجين سالس فيها سكتو برك شنو نقول لكم خياتي انا نخليكم هنايا تهلاو لي في روحكم نروح نكمل المبرجه تاعي حبيت نزيد نقعد معاكم صح خلاص ما قدرتش نزيد نهضر بالقيشاط يعطيك الصحه يسلمك جي فيان داريفي مدام ساميه سي بو بلي غدوني نو لا روسيت غدوه نكتبها دومان بربي ان شاء الله جو ليكريغ الى حب ربي ان شاء الله نكتبها مي كي نكتب لكم وصفه انا وراسكم خياتي يفو بارطاجي بارطاجيو ماكسيموم ليسي دي كومونتير يو كان تخلي لي غير ان ميرسي باسكو ان ميرسي سا في توجور سا نو في دو بيان نحبو اي بوي ان بيتي كور هكذايا باش نزيد نتحمس باسكو كي نكتبو الوصفه سا نو برون بوكو دو طون حق تاع ربي لا نموت عليك وديما ندير لك لايك والقلوبه تستاهلي ميلينا الله يسترك يعيشك تصبحي بخير ام يوسف تصبحوا بخير كامل خياتي العزاز يعطيكم الصحه اللي كامل كنتوا معايا انا نروح نكملها باسكو خلاص فتو بديت فيها ونتلاقاو كي كتب ربي ان شاء الله ما تنساونيش غير الله يرضى عليكم غير بدعوه الخير الله يرضى عليكم دنيا واخره ولكم ولكم بالمثل ولا الوجه تمنيتو لي عندك ذاكره قويه سمسومه وي باوي حتى نجي للجزائر ان شاء الله نتلاقاو باذن الرحمن باذن الرحمن ام الحبايب انا جبتها شتي شكرا تبقاي على خير بابيون بلون تبقاو على خير بالسلامه في امان الله